الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله لما أنتم بوحين وقنهي إن بشير رمضان آدين وقصر دواتي إلهي بينه سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه خيري وناقي نقو قارسيو إنه غانا ديغا كوة كغاني ميستا بشار دحدة يدا كوة قولة يستكا من نوضة قفك مسلم كاي وقتي غانو كلمر كالتشوغو إساقو إلهي سبحانه وتعالى كبر ييا فرچوه إنه كقبا إن إلهي بشار رمضان وقارسيو وإلهي وكو قارسيو نولل إيماني يا إسلام نمو عافي ماذا قبشا وكيف إذا استخيرات كذا وحلق قدبونين يسويدية سؤال سؤال شارة جواب تيدا ورادية هدو سؤال شارة يسويدية جواب تيدا صح دانا هلو إلهينا سبحانه وتعالى ربدان وقارسيو جواب تاسيات بوان في عدون في شهر رمضان وحانو بإذن الله الكريم كغمين نقن دونا من الفائزين والرابحين في هذا الشهر الكريم سؤال شاسي واحد تهي ماذا يعين العبد على الانتفاع بشهر رمضان الدوان كبشر رمضان يوصو قشو محاكو عاوين يوفضو دين اياه بشهر رمضان يوصو قشي انو كو انتفاعه وكو كفائدة وكم نوضه وسؤال مهم ويهي جواب تيد وحي تاي قفك مسلم كا وحاكو عاوين كرا بشهر رمضان إلهي سبحانه وتعالى هدو قارسيو إنو بشهر كفايدة استوكو انتفاعو دور قضب قضب كوادو حيهي سيدابا إنو يقين صدو قلبكي سايو قشو رمضان إنو يتهي فرصد آدي آدوين وقالي وقفك اي ساكتو انت نلوكو سوى قاعدك فايدة سوايا رباهان ويا هاي ميد خساري او دلوبي رمضان اينا اتهاي فرصد قفك مسلم كاي هادو يدن وقت صحي قادن كرو رمضان اينا اتهاي فرصد حال كي سوى حكا حنوكو ها قاتشن كرو رمضان اينا اتهاي فرصد ايمان كي سكر وقو قادي كرو رمضان إن إتهاي فرصة إلهي سبحانه وتعالى وقوته بدكين كرو إلهي با سبحانه وتعالى إنه موشي قيمها إلا ذا بشر رمضان نبي محمد با عليه الصلاة والسلام إن بدر إنه قوى الرمي فضائي شهدة إيا فرصدها قالق إلهي أدومها وقلي وشي دوين كتالق اللي يوحى كمدا إنه أرنتها سنقطه من قفك مؤمن كاكودي رجاليسا بشهر رمضان انو كفايدة استو او كفايدة استو وحا انفعا مالك الهي سبحانه وتعالى الهرقين دونه وحي الهي نوشيغ في كتابه الكريم انا اتهاي فرصد قفك ايمان كيس اللا كعبس كيسا توسنان تيس انت بكر وقادي كرو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحصوم كلافر اليالي الضوموه مركاي صومان إلي التقوى الله كعبس يدين كدقنا يككرر صدان وعلي نوشيك الباب بدا صمد إلا فرو الباب بدا تشند إلا فرو مد دواق وامر إلهي كدواق يانو دواق ريا باقي الخير أقبل قفكي خير دون إياه فرصد دي سهد دي تاقن تاي سوق أبلو فرصد دن كفاي دي سو وعينو شاقني محمد عليه الصلاة والسلام قفك إلهي درادي وصومان رمضان صلاة الليل كان إلهي درادي وتكدا إن لو دم بدافه يضن وفرصة قالية وعينو شاقني محمد عليه الصلاة والسلام إساقو موتشين يا فرصة قالية بيشن كترتا ربهان قفك خسارية دلو بينو يهي من دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له قفك بشي رمضان يوصق الشيء
أي بحدة بشير رمضان السجن لئيمًا صاب إلهي سبحانه وتعالى وقدم بناف. أيها المسلمون عباد الله، قفك مسلم كعقل قاله مركو قرطو قيمة وقت قاس أولي هاي يفرصدها قالقة كتيرا وحد ذلك سيسوق جينا يتبرتيسا سدو فرصدها وقفايدة سلها وقت قالقة هنا أنو قد يعمين محاذو مالين ساعة إنا قان قرانا هين بينين وقاري دونو وإنا لقد بون تاي هدين نيفي على نمادنو سياتر كذا اللي نوغو قراه دي عمل كذا ينو سورتو بوايو محادو مالين سيدو كينا قارا آنو قرانا هينو دميسان دونيا انكالي فرصد دا مانتا وحا سيدبا ودريميا ومالين قرى بشار ربادان كميدا الدنيا دا ينلقو سوعليو واي صومان اما صلاة التراويح اي تكدان اما طاعات كلايك قفا اي ديستان آدي آدو تشعلان لها داد كردين تيمان تحبالها كتيرا. أيها العبد المسلم مركا نفط لغا قبطو حدو تشعلي سنة سائل لغو سيدين لها دا تايقف خيرك تشعل سخيرك اقو كردو غور لغا قبان دوننا قرنيس ما دقيقة كدبا لغا قبان ما ساعات كدب ما مال كدب ما مال ما كدب قف جيشي سقران يا مجرم وقتي قاعد تاجن تاي نفط أي كوتشر تايا فرصة ده هو بتاعه هاي سطح وحي كذا بيادية قاعد أنت كوج متشره أرن كلا بعد وحيها قف كمسلم كاكو عاوناية إنه بشر رباط كو انتفاعه إنه سيد ده بنفتي سوق الشاقه الدنيا ده نين يد بتشي دسي آخر أنا نين صوص عطاي سجى كوسي صعده تاسو قف كعقلي قاله وحي كلي في دون تا تصوص عطي دائم كه إنه صحي قاطع تنقو عيسى دمان عيسى بابا عيسى ناني كمشقولين سيد إلهي سبحانه وتعالى ويري بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى نولشنا الدنيا إذن لما عانوا إذن لقوا رحبا إذا نولش آخرة كهر مريني سانات كمشقول إيسا سيأتي حقيقة وحيتها والآخرة خير وابقى آخر على قرب ديك كرين وسوى البوجا ونعكسن يدان قاهين قفك إلى هاي تنجى يا ملفي عن وجليه وأن كذا ما نهين ونكجبوا بهين ونكجيريون هين مالك استوى عمري جاك كجودا أيها العبد المسلم آخر يكود وينسه الدنيا دنا ويكافو جينسه مر والبوحة صور دواني صور تاجد إلى هاي صور تاجل هاي حساب انت لو حساب لها مر والبوحة سو دوانيا عمل كذا الدنيا دن كسميسا ابا المرين توصاب نقض خير يشر مذا يكون غطبا معناها سيأوجي ايا الهي سبحانه وتعالى انفر ربضا وحين نقول حصوصيا في القرآن الكريم قيمها يا اخيرا لا دهي سيدا انو قصر دو دهي الدنيا انا لقرب لقي كرين والدنيا دان وحبا نقونا هاي مركة آخرة لقرب لقوه إن بضم بو إلهي مال كاسين حصوصية الدنيا دان اينو كتاكي دونو وچه دادا لينو حصوصين يانا واحي تاي مال ماهان كوباني الدنيا دان اينو چوغنو مال كاينينو صحي قادم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون وحسك حكسية مال حق إلهي اللي يدين علين دونه نفول بنا اللي هو فين دونه وحياة سمي سيده الله الظلمي هين وحقيقة تايقف كمسلم كقلبي سين حادر كوهاته مروال بنا إنو حصوص ناضه تاساقف كمعاسد يدن بيدك علينيس تاساقف لده يموغن أنت كتوسينيس تاسا صابقو نقونيس نفتي سينو كلد دالو أعماش الصالحة فر اليس النواء أرنك صدحات وحيها يا عباد الله ومحاسبة النفس شيكو متشيرين أدمانيس شيكو متشير أدوك كليد آية إلهي اللي قهر قين دونه شيكو متشير واحد سميسين الله كل من دونته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خير انت ويركي سميهي واركي دونه وانا كل من دونه شر انت ويركي سميهي واركي دونه وانا كل من دونه
إلهي أكتي سرح حسابكم اللنطو تكولا قدبوني مركبا محي وين النفط هذا حساب السود ويديسو سؤال شوينا سؤالك لناي كفر عميان ماذا قدمت لذاك اليوم مال إن كان حاضو هر مرصد موحكو بدباديواتكو فرحضو موحكو هلاقة وات كان احد وات كم رقوط الهي با حقيقه ده انو حسوسيه في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون مؤمنين تاي الهي كبقو الهي دينتي سكو دقم هو دومه الهي او الهي او غانسنا هذا نف ولبنا هيك توه فرصته قيامه وبرية وحي وهرو مرصتي وقادنا إذنكو هداد إلا وديه واحد سميسين إلهي سبحانه وتعالى حق قلب وياه وحرنكينا كم دوك قرصونينا متشيرو إلهينا واحد سميسين بو إذنكو أبال مرندونا ابن القيم وحولي رحمه الله آيادني واحد تسينيسا وفكو نفتي سينو حسابي أيني تهي واجب لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال أمن الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه معنى هذا هو يمتكين هاي هذا هو قفير صدو يوم القيامة يا سوق يمحوه رمر صدو ما أعمال صالحة بادسة مسا أعمال حنوها لكتا قفك مؤمن كإيمان كيسو وصر ييس فديسة تاي حالات كستية وقت كستبا نفتي سينو حسابي سورة حسن البصري رحمه الله مؤمنكم مروال بالنفتي سو حسابي سؤالها نو الدينية نفهي محاد دون سينات صميسو محاد دون سينات عنتو محلال مسحاران محاد دون سينات عبتو محاد صميسي وخلاضة ويواجب تاينات كطوبات كينتو محاد وناقوات كقابسي وهي واجب تهي إن أدوصى النغطة وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه قفك فاجر كقال كأه أما مسلم كإيمان كيسوات كضعيف كوياي خروم بيسك الصعداء أعماشي سوي صعداء واتشوكت مرنا بالنفتي سمعنا أنتم خلد أي سميسي يوالاق أي كقابي سمينا وكما عنا أنتم رمضان ورتيد نفتي اننا نحسابنا ايين لقدبون نفتنا وامدت شراكتهين وخيام بضان وهدارد حساب لبدب التاقنان كو خيامين ايه ووحي كوان فعل امال انت الهي اللي هرقي ايو كاردع ايو وكاحمين ايه ارن كافراد وحيهي وتزكية النفس اعماش الصالح ايوان اكساني رمضان لصمي قفك إيمانك سيكور قادة خشوع دي سيالة كعبسي سي زيادة سيكور ديسا قلبي سي نور سا توسنان تي سي يدين جعيل كي سي يكور ديسا لكن وحي نوغنا هاي وحكستو الله يسكو قرحيا قيمة يالان مايو ماشا الله صورة يالك الله لادين يا هدي تاي ميل وسخي يوسكك وكد البوح ولهذا محل قد بان قفك مسلم كا ادوني فرصتها قالك بشر رمضان دحديد الهي ودغينو كفايديستو انو ديلك وسيعلو انو قلبك ونظيفيو انو حبنها وسخد الدنبيه وكميرو انتاني رمضان وسوغلين ايها المسلمون عباد الله معاصدو ووحا وقوين ادونك كور استاغا فرصتها قالك الربضان اي كم تهي انو كفايديستو وينانو وحوبا كلبحين صوابا اما باسي صوابا انتو مرهي ذا كقوستين يراتو محال لك قد بانقفك مسلم كا دنبيه ذا اي معاصي ذا ويسكو اوغيا هاي قفنا حال كيسي نفتي سمامو قنوا يسوغي ووصخ اي اوسكك دل سارا قلبي صدهار يود حالين يسيد إلهي ويري كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلبي خير كي وناق كين دتراية سيد إلهي ويري فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور
qalbiga indhaha ku jiraya indha beela kufriga indha tira iyo nifaqa macaasiduna inuu indha dareeyo si fiican wuxuu arki waayo ayay saab u noqotaa wax kale iska daaye si kastoo aad isu maydho oo saabuun iyo shampoo aad isugu maydho haddaad ilaahay caasiyayso dulligii macaasidu waa ku dul yaalla uska geeduna waa ku dul saaran yahay waa ka rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu weysaystee wejigiisa uu maydho dembi kasta oo ku galay xubnaha wejiga ku yaalla biyaha weysada inuu raaco gacmaha la mida lugaha ayaa la mida markaa raad xaqiiqiya ayay dunuubtu ku leedahay qofka qalbigiisa iyo xubnihiisa muuqdaba khayrka iyo wanaagga uu samaynayaana raadkii la rabay ku yeelan maayo inta macaasidaasi ay qalbiga ku jirto ama xubnuhu ay samaynayaan walihaada nafta waa in la taahiriyo nafta waa in laga nadiifiyo uskaga iyo najaasta macaasida watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun mu'minuun oo dhan buu ilaahay towbad ugu yeedhaya dadka lama kala reebreebin oo qaarun lama odhan toobad keena qof aan toobad keen iyo taskiyatu nafsi aan u baahnayn ma jiro cilmiga waajibka kuwa ee kaan waqan inaad arrintaa ka toobad keenta oo waajib ku saaran oo aad barato wuxuu ilaahay barashadiisa kugu waajibiyey imisaa cilmi waajib inugaa maanta inaga maqan oo jahli aynu kaga sugannahay waajibaadka ilaahay xaq ilaahay iyo xaq addoomaba leh inta aad ka gaabisay inaad ka toobad keentaba waajib kugu ah waxa ilaahay uu kuu diiday indhahaaga aad ku eegto dhagahaaga aad ku dhagaysato afkaaga iyo calo aad geliso calooshaada aad u raadhiciso gacmahaaga aad ku qabato lugahaaga aad ugu socoto qalbigaaga aad ku go'aansato waajib waxaa kugu ah inaad ka toobad keento sunnayaasha aad ka gaabisay inaad ka toobad keento ka gaabintoodu waa sunne waxyaabaha makruuhe aad samaynayso samayntooda inaad ka toobad keentaa iyaduna waa shay sunno ah taasina waxay noo muujinaysaa qof aan toobad u baahnayn aanu jirin dadkoo dhan baa u baahan inay toobad keenaan ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku ammaanay kuwa naftooda had iyo jeeraale nadiifiya ee ku nadiifiya toobad keenka si acmaasha saalixa ay u qurxiso qad aflaxa man zakaa waqad khaaba man dasaaha waxaa dhab ahaan guulaystoo liibaanay qofka naftiisa tahira ee nadiifiya waxaa khasaaray dhab ahaan oo guul daraystay ka wasakhdiya uskaga uu ogyahay naftiisa ku dhexaya أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للتوبة وتزكية النفوس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله أرنك الشنات qofka muslimka ku caawinaya khayraadka bisha ramadaan inuu ka faa'iidaysto oo ka mid noqdo min alfaa'iziina fi shahri ramadaan waa alcaziimatu saadiqa waa inuu la yimaado go'aanka dhaba oo naftiisa aanu been ugu sheegaana run ugu sheegayo oo go'aansado bisha ramadaan fursadaheeda inuu ka faa'iidaysto hadda inuu sii go'aansado waxa laaliya waxa ka xumaynayana hadda inuu iska sii hagaajiyo oo bisha ramadaan naftiisa u diyaariyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ilaahay baa ku ammaanay rusushiisa qaar ka mid a fasbir kamaa sabara ululcazmi min alrusul go'aan ay u lahaayeen khayrka iyo joogtayntiisa iyo sharka iyo xumaanta nafta in laga celiyo laga waabiyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanay waa halka arrimuhu ay ka bilaabmaan go'aanku waa udub dhexaadka faidaa cazamta fatawakal cala allah camal kasta u wanaagsani wuxuu u baahan yahay inuu marka hore noqdo go'aan adiga kaa soo fula kadibna go'aankaaga
iyo wadaadi xeeladaha rabteen ad ku filisaan ad isku halayn aad ogaatayna tahay adoon daciifa oon ilaahay ka maarmi karin ilbidhiqsiyayn ka yartoona ad ilaahay subxaana wa tacaala kaalmaysato oo rabbi subxaana wa tacaala ad tala saarato fatawakkal cala allah ilaahay tala saaro markaad go-aan qaadato alcasiimatu saadiqa waa niyo wanaagsan in la timaado ood go-aansato khayrka inaad samayso xataa khayrka haddaanad samayn oo cudur daaruu kaa hor istaago ajarkiisa ayaa lagu qoraya wakay noo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka go-aankiisa ay tahay inuu salaatuleylu kaco oo hurdadu ay ka qaalib noqoto in loo qoro ajarkii salaatuleylka go-aankiisa fiican awgii hurdadiisaasina ay noqoto sadaqad ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sadaqadaystay waa ka yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر وجهاد بكتير رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة دي بالله سعادة مدينة وحين كغني موري رق ميلك استواد مرتين هي عمل استواد قبتين انت جهادك كتيرتين أجر كاد كهشين يقول مد لك هلين go-aankooda ayaa ahaa camalka wanaagsan inay qabtaan laakiin cudurdaar xanuun uu ka mid yahay ayaa raggaasi reebay niyada wanaagsan sababteed baa ajirkii loogu qoray xataa haddaad dhimatay ee cabdallah waad arkaysaa dadka sida loo gurayo gelin hor iyo gelin dambe warka geeridu mar walba waa iska soo dabadhacaya xabaala haddaad tagto maalin walba tiro badan baa xabaalo kastoo magaalada dhinac kaga yaala lagu aasaya kuwaasi waddaday mareen baad mari doontaa waxa ku dhacay baana kugu dhici doona gooruu kugu dhici doonana garan maysid geerida badnideeduna waa inay qofka muslimka waana u noqoto oo uu ku cibro qaato oo adduunyada inaanu ku mashquulin oo aakhiraanu kaga mashquulin ay saab u noqoto hamigiisa u weyna inu noqdo hamul aakhira walihaada go-aan fiican la kaalay niyo fiicanna ku sifow naftaadana arrinta noocaasiya kula jihaad haddaad rabadaan gaadhi weydo khayr kastoo aad niyaysnayd oo geeridaasi ay kaa hor istaagtay biidni illaahi alkariim waa lagu qori doonaa haddaad gaadhana go-aanka iyo niyada fiicani camalka fiican ee sahay aakhiraa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay fursad uu geliyo ramadaan inaad ka faa'iidaysato ayaa arrinta noocaasiya xoojin doontaa kugu dhiirigelin doontaa waxa iyaduna taalaamida inaad naftaada la jihaado isla markaana hawadeeda iyo doonisteeda muraadka ilaahay khilaafsanaad raacin ilaahay hadduu wax kaa doonayo waxna kula doonayo naftaaduna wax khilaafsan ay doonayso halkaa markaad marayso addoonka ilaahayow waad imtixaaman tahay ma doonista ilaahay baad raaci doontaa mise doonista naftaada ayaad raaci doontaa halkaasaa lagu kala baxay oo loogu qaybsamay ahlu janna iyo ahlu naar ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay kuwa naftooda ka reebay waxay doonaysa ilaahay aanu u ogolayn halka ay geli doonaan inay tahay jannaatu naciim ilaahay subxaana wa tacaala kuwa aynagu daro waamaa man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can ilhawa فإن الجنة هي المأوى أدونا كسي بقى يهرستاق ولا يهرستاق دونه إيه نفتي سأدي إذا وحي دون إيسو إيه إلهي مراد كيس خلاف صن هل كأدقي دون يهو يقيسو والجنة أرنك اللحات والإخلاص إنو عمل كاقو نقضو إلهي درادي لابتغاء وجه الله إذا علم الله في قلبك الإخلاص سيعينك على كل عمل صالح ويوفقك لكل خير إلى هدو قلبي يا إخلاص كوك يا هاي عمل كستو وانا أكسرية سمي سوكو كالمين وانا كوا فتشن دونا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا إلى هذا الكلبوش يا جوا إخلاصك قفك وانا كستو وصمينا يا إلهي درادي وصمينا يا آخرة قفك ودونا يا نوصايقاتو iyadoo qalbigii sire iimaanu ku jiro
كواس أيو عمل كود يهي عمل الله مهديه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورسولك ينقو براروشي صوم كي قيام كرمضان إنه بهاي هاي إخلاص هديك لنفع ماله، وكذلك صلاة الليل ساس وكلا يدنا إخلاص بيوبهان طاح وحيدنا اللمدة وكوكو عاونا يأيناد بشر رمضان كو انتفاع دو عمل كستوات سمين إساء إنه وافق سنادو شريعة إلهي سبحانه وتعالى وكسو الدجيي نبي قاني محمد عليه الصلاة والسلام. وهي رسول كحر من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد سكستود قد داشا عمل كمرا دانو شريعة وافق سنين بدعية وحل سوكر لي مرهد وياهي لقا أقبل ما أيه عمل كإلهي الدراد ياند والسمين يا عمل كإلهي الدراد والسمين شريعة وافق سنين من الله أقبل ما أيه. إلهي حديث القدس وكوري أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. أنا أقول عد إن شراكنا لقد دقوا مباني بول إلهي إلا الشراكوبة باهي باكينتا إلهي نعيد باهي وقبل الشراكو قد مجرته. والغني القادر قفك سمي عملا نقي عدك لو نقول شراكي إساقا إيو وحا عدك لو شراكا نقل دقائبا وكتقا معنا لم أقبل عمله ورددته عليه كما أقبله وانكو عليا دو بدعية هين وكا رسولك نوشاقي قفك سمي عملا شرع هذا وافق سنين إنا لقاة شرسينا هين اللقو علينا هي عمل كالفتيس إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سرينا إنو دنبية دينا قم يدو إنو دنبي ناف إلهي بين ويدي سرينا سبحانه وتعالى إنو إنو وافتيو وصحيق هذا الشهد الدارت آخر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومهاتنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين أجمعين هذا الوباء. اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحم العباد. اللهم ارحم البهائم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالغيث. اللهم ارحمنا بالغيث. اللهم ارحمنا بالغيث. اللهم ارحمنا بالغيث. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.